السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم على الصحة والعافية اللهم آمين. وياكم أخوكم سعيد جلفار، واليوم بجاوب لكم على السؤال التاريخي اللي هو: هل المال يجلب السعادة؟ المال بنفسه لا يجلب السعادة، لكن عسب أن الجواب يكون واضح خلت ناقش معاكم وأطرح عليكم بعض الأمثلة عشان تفهمون جوابي وهل جوابي بيكون مقنع ولا لا، وعشو مستند في جوابي هذا. المال بنفسه لا يصنع السعادة، المال عبارة عن حزمة ورق أو أن رقم في البنك لا أكثر ولا أقل، لكن كيف ممكن المال يجلب السعادة إذا كان يجلبها بالأساس؟ خل أطرح عليكم مثلا مثال رقم واحد. خلنا نعطيكم مثال بسيط في البداية. شخص عنده مثلا عنده خير وعنده آيفون عادي، آيفون 12 وآيفون برو ماكس، تلفونين عنده، واحد منهم طاح وصار في شرخ صغير ما يأثر ولا يشوفه، بس يعرف إنه في شرخ صغير على طرف الشاشة، إلا قالنا ببدل الشاشة وبدل الشاشة وما حس بفرق، يعني الشرخ ما كان مثل عنه. هني المال ما جلب للسعادة بشيء أكيد، لكن خلنا نطرح الموضوع بشكل مختلف. شخص عنده آيفون 9 مثلا على زمننا هذا، حين وصلنا لآيفون 12، عنده آيفون 9 مصفع مقطع الشاشة، أصلا ما تفهم كيف هو يكتب على الكيبورد على هذا التحطيم اللي صاير في الشاشة. شركة أبل مبرايم استوعبوا كيف أصلا تلفونه شغال الحين، وقدر يجمع مبلغ يسمح لنه يشتري آيفون 12 برو ماكس. هل هذا الشيء ما راح يجيب للسعادة؟ أكيد راح يجيب للسعادة. خلنا أعطيكم مثال ثاني. شخص عنده مثلا 4 بيوت وساكن في واحد، 3 بس يمخلنهم، ساكن في واحد ولا داري عن الباقي، واشترى الخامس، اشترى 5 بيت، هل بيحس بالسعادة؟ لا. لكن نفترض شخص عايش في شقة إيجار طول حياته وقدر بعد تعب إنه يجمع المبلغ الكافي إنه يشتري فيها بيت ملك خاص، هل هذا الشيء مفروض ما يجلب للسعادة؟ أكيد بيجلب للسعادة. خلينا أعطيكم مثال ثاني. شخص على آخر الشهر بالأحرى توه نازل الراتب، راح خذ البيزات وراح الجمعية، خذ أغراض البيت كاملة تكفيه لمدة شهر لين ما ينزل الراتب الجاي، أغراضه، أغراض حرمته، عياله، أمه، أخوانه، أي من كان ساكن في البيت، هل إن هذا الريال كفى بيته بكل احتياجات المفروض إنه ما يجلب له السعادة؟ لا، يجلب له السعادة. خلينا أعطيكم مثال أتفه عن كل هذا. شخص متعود إنه إذا التحديد محدد اللحية الشعرة طلعت إلا يصير الحلاق أو حتى يجيب الحلاق بين البيت، هالشعرة لازم ما تطلع، هل بيحس بفرق وبيحس بسعادة بعد ما شل هالشعرة؟ لا. لكن افترض شخص على آخر الشهر حافي منتف ما عنده، يقول لك عندي 50 بدل ما يصير فيها الحلاق أصب فيها بترول، نزل الراتب صار الحلاق تحلق تعدل الزقرة الولا تنظيف بشرة شغل دلع بديكير مانيكير، وتعرفين السالفة هاي كلها كيف تصير، هل بعد ما سوى هذا كله وطلع من الحلاق الريال فرش نظيف المفروض انه ما يحس بالسعادة؟ اكيد بيحس بالسعادة. فبالتالي الجواب على السؤال: طريقة استخدامك للمال هي ما تحدد هل سيجلب السعادة او لا. اذا استخدمت الاموال اللي عندك، البيزات اللي عندك بشكل صحيح، بتعيش في اسعد ما يكون. يا اخي اعطيكم مثال اخير وبختم في كلامي، ان انت يعني شخص يجيك مثلا عنده خير، اوكي، لو يبى موعد اسنان بيصير يحجز في لندن، عنده خير مش مشكله الله يزيده، بيحجز موعد اسنان في لندن ما هي مشكله، لكن هل يحس بفرق؟ لا عادي، والله عادي، تعود، هاي حياته. لكن لما شخص يقدر يجمع مبلغ انه يعالج فيه امه في الخارج وين ما هي تحتاج على حسب مرضها، هل المفروض انه ما يحس بالسعاده؟ طبعا بيحس بالسعاده. طريقة استخدامك للمال هي ما تحدد هل سيجلب السعادة أو لا. فبالتالي الجواب على السؤال اللي هو هل المال يجلب السعادة، الجواب بكل بساطة: استخدام المال بالطريقة الصحيحة هي ما يجلب السعادة. وياكم أخوكم سعيد جلفار، سلام عليكم.